جميل الاختصار. انا عن نفسي واحد من عشاق الاختصار، جميل قوي لما نختصر كل الصفات الكتير اللي نعرفها عن البرج ده في كلمة واحدة، بس لازم تكون بصراحة كلمة معبرة او بتعبر عن شخصية البرج ده. هو صعب شوية، بس في حلقة النهاردة احنا هنعمل كده. برحب باجمل ناس في الدنيا، قناتكم محمد ابو زيد على اليوتيوب والفيسبوك، بس بدعو الجديد يعرفنا بنفسه، اللي ما اشتركش يشترك ويضغط على الجرس ويخترق كل عشان الاشعارات ما تفوتش عليه، واشتركوا يا ريت في قناتنا التانية للكورة كمان، انا سايبها لكم في اول تعليق ووصف الفيديو. تعالوا بينا نبتدي، واكتبوا لي في التعليقات، انا بقرا كل تعليقاتكم. كل واحد يتوقع برجه ايه الكلمة من وجهة نظرك انت، بلاش انا، اللي ممكن تكون معبرة وشاملة، وخلينا كده نتناقش مع بعض. برجي بداية الأبراج، برج الحمل، نختصر ونقول كله مع بعض كده، شجاعة بصراحة، يعني هي دي الكلمة اللي ممكن تكون معبرة. برج الثور، ندخل على طول عشان ما نطولش عليكم، عند زلطة زلطة زلطة. أنا دايما بصوا، أنا يعني هلخص لكم أنا ليه هقول الجملة، أو هقول عفوا الكلمة دي عن البرج. دايما احنا عارفين ان في شواذ للابراج، اللي انا الكلمة اللي احنا هنقولها عن كل برج ده مهما اختلفت بيئة وثقافة وتربية ونشأة البرج هتلاقي الصفة دي فيه. في ثوابت دايما بقول، مهما اختلف اي ظروف البرج، مهما اختلفت ظروف البرج لازم تلاقي بعض الصفات موجودة فيه. مفيش حمل رجل او امرأة ما هو الشجاع او بيهرب من المواجهة او بيخاف منها، فلازم تلاقي، ممكن تلاقي في بعض الصفات اللي معروفة عن برج الحمل، البيئة والنشأة والثقافة اتحكمت فيها، زي العصبية، الاندفاع، التهور، الأنانية شوية، ولكن الشجاعة هتلاقيهم كلهم ما شاء الله فيهم الصفة دي. كذلك برج الطور، مهما اختلفت الصفات هتبص برضو تلاقي صفة العند دي فيهم. وانا برضو عايز اقول لكم، نسيت اقول، يا ريت لو شايفين الحلقة دي ممتعة دوسوا لايك رجاء، يعني انتوا عيلتي ولازم اطلب منكم حاجة زي كده عشان توصل لبقية اصدقاء. ملهاش اي لازمة دوسوا ديسلايك، بس تقولوا لي السبب، خلينا منطقيين كده عشان لو في مشكلة. برج السرطان، احساس، احنا نتكلم عن برج السرطان احساس. هات اي برج نشأ في افريقيا، في اوروبا، في اسيا، في كوكب المريخ سرطان، بس يكون تاريخ الميلاد صح، ممكن الصفات كلها تتغير، انما صفة الاحساس والدرجة العالية بتاعت الاحساس لازم تلاقيها موجودة. كذلك الغرور عن برج الاسد، او عن برج الاسد رجل او امرأة مغرور بصراحة، ما تزعلوش مننا بقى، مهما اختلفتوا انتوا هتلاقيكم مغرورين، الصفة دي فيكم. اذا هي انسب كلمة ان احنا يعني نقول كلمة او برج في كلمة، او نعبر عنكم في حلقة النهاردة بصراحة، يعني نقول كلمة غرور، واحنا مرتاحين، مرتاحين قوي كمان على فكرة، يعني ما ظلمناكمش ولا حاجة، بس على فكرة غروركم ده احيانا بيكون جزء من الجاذبية بتاعتكم. والله بكلمكم بجد. العذراء، نظام، نتكلم عن العذراء نظام برضو، مهما اختلفت ابراج العذراء حول العالم هتلاقي حتة النظام دي موجودة في شخصيته، الترتيب، حب الحاجات الادارية، سبحان الله. ما انا بقول لكم في ثوابت كده في شخصية كل برج، استحالة تنزع من شخصية البرج لو قعدت تتعلم فيه 100 سنة، موجودة يعني موجودة. هتعذروني ان انا يعني نسيت برج الجوزاء، او عديت برج الجوزاء لاني مستعجل عشان انا صورت الحلقة متأخر شوية، كان عندي ظروف، معلش. طبعا كلكم هتقولوا مجنون مش كده؟ لا بصراحة انا مش عايز اقول عليه مجنون. جوزاء يعني لماضة او لباقة، يعني عشان لماضة دي بالمصري ممكن محدش يكون عارفها من بره مصر. لباقة، ابراج الجوزاء، كل ابراج الجوزاء مهما اختلفت تلاقي فيهم صفة اللباقة، يعاملوا كل الدنيا بواب، غفير، وزير. لذلك تلاقي رجل الجوزاء ده ممكن مصاحب 20 بنت وبيضحك عليهم كلهم. لبق، بيعرف يتكلم، بيعرف يتعامل، ويعرف ان هو يخرج من اي مزنق، وسريع، سرعة البديهة عنده عالية. فأبراج الجوزاء اللباقة بتاعتهم او اللماضة بتاعتهم عالية، ومهما اختلفت ايضا نشأتهم وظروفهم تلاقي الصفة دي موجودة فيهم. كده احنا خلاص خدنا العذراء. اللي بعد كده الميزان، ميزان سياسة، وينفع شياكة على فكرة بصراحة يعني، بس السياسة هو معروف عنها. يعني عفوا، أبراج الميزان كلها برضو مهما اختلفت نشأتها، ثقافتها، الظروف اللي تعرضت ليها،
سياسيين. وعلى فكرة عايز أقول لكم لمحة، غالبا يعني شخصية البرج بتتكون وبتكتمل بعد 18 أو 21 سنة. يعني دايما عايز تحكم على حد، استنى تحديدا بعد 21 سنة لتكتمل الصفات. قبل كده بيبقى سن مراهقة والمشاعر والصفات الشخصية ممكن يكون فيها تضارب شوية. إذا ميزان سياسة، عقرب جاذبية. بصراحة هما يعني فيهم الحتة دي، مهما اختلفوا مهما كانوا مهما جاذبية تيجي بعدها. معلش أنا بحب أتكلم هعمل إيه، بس يجي بعدها الغموض يعني. بس الجاذبية خلينا نتفق نمرة واحد، عقرب جاذبية، قوس بساطة، أبراج القوس. ومن أجمل ما يميزها رجل أو امرأة السهل الممتنع، مش معقدين، سلسين، تلقائيين، مرحين، محبوبين. كل ده ممكن يندرج تحت كلمة اسمها البساطة، أبراج القوس. عامة تختلف النشأة والديانة والظروف وكل حاجة، وتلاقي الصفة دي موجودة في الأبراج دي، واللي تعامل معاهم عن قرب يقدر إن هو يحكي. قولوا لي يا جماعة رجاء في التعليقات، أنا بحب إن أنا أقرأ تعليقاتكم، وكمان بحب إن أنا أشارككم فيه الكلام ده. فعلا ما احنا معانا كل الأبراج، قولوا لنا الكلام ده فعلا كل واحد كده يرد علينا يقول أيوة والله ينطبق عليا، أو حتى اللي تعامل مع الأبراج دي يقول فعلا أنت صح وأنت غلط. أنا بحب المشاركة. على فكرة احنا عندنا لايف كمان كل ليلة الساعة 9 على الانستجرام والساعة 10 على الفيسبوك، اللي يحب إن هو ينضم لنا يعني. الروابط دي برضه في وصف الفيديو. وأول تعليق، جدي يعني حزم. الجدي مهما اختلف الطباع وظروف نشأته وكل حاجة، تلاقيه برج ما يعجبوش الحال المايل، رجل أو امرأة ما يعجبنيش الحال المايل، يعني ما اشوفش حاجة غلط وبقى أتعب لو ما انتقدتش، أو أتعب لو الحاجة الغلط دي بتتعمل قدامي وأنا ما اتكلمتش أو ما عبرتش حتى بحواجبي. كده كده تلاقي برج الجدي كده مش عاجبه اللي بيحصل قدامه، أو تلاقيه ممكن يعني ضرب 11 كده برضه عادي. هو برج الجدي حزم، حب كل حاجة كده، ما يعجبوش الحال المايل يعني بالمصري. الدلو رجل أو امرأة روقان، روقان بمعنى كلمة روقان، أبراج رايقة رايقة فوق السحاب. أنا دايما بقول أنا واحد من الناس، أنا كبرج حمل بحسد أبراج الدلو على الروقان اللي فيهم. تبص تلاقي مهما اختلفت ظروفهم نشأتهم طبيعتهم، أبراج رايقة دايما مكبرين دماغهم، ودايما الحياة بيس وجميلة، ودايما عندهم مبدأ حلو كده، خف عشان الدنيا تبقى لذيذة، خف عشان الدنيا تبقى جميلة. الروقان في شخصية أبراج الدلو. الحوت عاطفي أو العاطفة، رجل أو امرأة. ولذلك برضو مهما اختلفت أبراج الحوت في نشأتها تربيتها الظروف اللي تعرضت ليها، بس أهم حاجة يكون تاريخ الميلاد بس صح، تلاقي حتة العاطفة حالمة واصلة للدرجة الأفلاطونية عندهم. رجل أو امرأة، الرجل كمان على فكرة في الحتة دي، والمرأة أشد يمكن، أكتر النساء العاطفية في الأبراج كلها. برضو الصفة دي بتلاقيها ملحوظة وموجودة. وخلي بالكم بقى في حاجة، الصفات اللي احنا قلناها عن كل برج دي يعني مستحيل مستحيل، تاني مرة كمان أو تالت مرة، مستحيل تغييرها، مستحيل تغييرها. وبكده في حلقة النهاردة بنكون كمان قدمنا لكم حاجة أساسية من الصفات الجوهرية اللي في كل برج. لو عايزين نعمل حلقة، لو عايزين نعمل حلقة ركزوا معايا، اكتبوا لي في التعليقات ودعموا الاقتراح ده بلايك لو عايزين، عن الصفات الثابتة في مواليد كل برج اللي استحالة تتغير، اكتبوا لي وانا والله هعمل الحلقة. خلاص كده احنا مع بعض بيس والدنيا تمام كده. دي قناتكم قبل ما تكون قناتي، وانا بمشي برأيكم عامة، ما بحبش ان انا يعني افرض حاجة عليكم، وما اقدرش ان انا اعمل كده. اكتبوا لي لو حابين نعمل الحلقة دي في اقرب وقت، ممكن بكرة او بعده يعني. تاني بذكر لو شايفين الحلقة مهمة ممتعة دوسوا لايك عشان بقية أصدقائنا ما ينحرموش منها وبيسألوا عنها توصل لهم، وممكن يكون فيها إفادة يخرجوا منها يعني. شايفينها ملهاش لازمة، أنا اللي بقول لكم دوسوا ديسلايك، بس اكتبوا لي السبب، اكتبوا لي السبب، خلينا منطقيين كده.